بعد كده البرايمري ديسمينوريا. البرايمري ديسمينوريا هي عبارة عن بينفول منستريويشن وزاوت ايفيدنس اوف اورجانيك ديفكت، بيحصل بعد سنة او سنتين من بداية المينارك او بداية الدورة. احنا بنشخصه بالاكسكلوجن ليه؟ لان احنا قلنا ان التعريف بتاع البرايمري ديسمينوريا هي عبارة عن بينفول منستريويشن وزاوت اورجانيك ديفكت. طب انا هعرف ازاي ان مفيش اورجانيك ديفكت؟ بان انا هعمل انفستيجيشن. هو غالبا يعني احنا يعني يعتقد ان البرايمري ديسمينوريا هو ان في مشكله في البروستاجلاند. فانت لما تجيلك حاله بنت بتشتكي من برايمري ديسمينوريا اللي هو بينفول منستريويشن ومفيش عندها اي مشكله تانية، بتبدا تديها بروفين قرص 4 مرات في اليوم في الايام اللي عندها الوجع. ممكن تاخد انتي سبازموتيك دراج على حسب الحاله طبعا، زي مثلا البسكوبان. لكن في الاول لو حاله برايمري ديسمينوريا الحاله لازم تتحول علشان الدكتور بتاع النساء يعمل اكسكلوجن للاورجانيك ديفكت. طيب لو كان سكندري ديسمينوريا، السكندري ديسمينوريا هي عباره عن بينفول منستريويشن ريليتد لاورجانيك بيلفيك ديزيز. ايا كان بقى البلفيك ديزيز اللي عامل المشكله، زي بلفيك انفيكشن، برولابس، اندومتريوزيز، سيرفايكال استينوزيز، فيبرويد، بوليب، انترايوتراين ديفايس اللي هو اللولب. فتعريف السكندري ديسمينوريا بينفول منستريويشن لكن ليها سبب. فعشان كده لما تجيلك حاله بتشتكي من ديسمينوريا او بينفول منستريويشن لازم تاخد منها هيستوري كويس، تعمل بلفيك اكزامينيشن، ابدومينال سونار، ممكن تعمل لابروسكوب، الترا ساوند، سي تي لو انت شكيت ان في ماس ولا حاجه. فبتعمل كل الانفستيجيشن بحيث انك توصل للسبب. طب العلاج بتاع السكندري ديسمينوريا ايه؟ العلاج بتاع السكندري ديسمينوريا انك بتحول الحاله عشان تشوف السبب. اول ما تشوف السبب بتعالج السبب. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على الديسمينوريا اللي هو البينفول منستريويشن، سواء كانت برايمري او سكندري المطلوب ايه منك؟ ممكن تدي في الاول مسكن وانتي سبازموتك وتشوف السبب. في الحالتين البرايمري ديسمينوريا والسكندري ديسمينوريا لازم الحاله تتحول لدكتور نساء. ليه؟ علشان يدور على السبب بتاع الديسمينوريا او البينفول منستريويشن ايا كان السبب بقى، بلفيك انفيكشن، برولابس، اندومتريوزز، سيرفايكال استينوزز، فيبرويد، ايا كان السبب لازم نعرف السبب اللي عامل الديسمينوري. عشان كده لازم الحاله تتحول لدكتور نساء. ليه بتتحول؟ علشان هو يعمل الانفستيجيشن. اشهر انفستيجيشن بتتعمل هي السونار. ممكن نعمل سي تي سكان لو انا شاكك ان في ماس. طبعا بنعمل بلفيك اكزامينيشن ولازم تاخد هيستوري كويس جدا من العيان. ليه بقى تاخد هيستوري؟ زي ما قلنا الهيستوري هو مفتاح السر في انك تشخص الحالة. ممكن بس مجرد انك تسأل العيانة اسمك ايه، بتشتكي من ايه، طب انت ايه المشكلة اللي عندك، وسيبها تحكي. فممكن تلاقيها قالت لك ان هي تدي لك معلومة تقول لك يا دكتور انا كان عندي زمان اتشخصت ان انا عندي اندومتريوزيس او انا عندي اورام ليفيه في الرحم. الكلمه دي لوحدها خلتني بالتقريب كده اعرف غالبا السبب بتاع السكندري ديسمينوريا ايه. فلازم تتعود انك تخلي الفيميل بالذات الفيميل تتكلم اكتر عن الحاله بتاعتها. بصفة عامة في حالة البرايمري ديسمينوريا والسكندري ديسمينوريا الحالة ديت انت بتحول على طول الحالة. ليه بحول الحالة؟ for more investigation، عشان اعرف السبب اللي عامل المشكلة بتاعت الديسمينوريا. طيب بالنسبة لحالة البري منسترول تنشن، بي ام اس، بري منسترول تنشن سندروم، ديت الحالة ديت بتشتكي من واحد او اكتر من المشاكل دي: هيدك، اريتابيليتي، ديبريشن، ماستالجيا، جي اي تي ابسيت، اديما في الوش وفي الرجلين. الاعراض دي كلها بتظهر 7 يعني اسبوع او 10 ايام قبل الدورة. الاعراض دي كلها بتختفي اول ما الدورة تبدا. تاني كده الكلام ده بالراحه، حاجه اسمها بري منسترول تنشن سندروم.
واحدة بتشتكي من قبل الدورة بأسبوع، بتشتكي من شوية مشاكل، المشاكل دي كلها تختفي وتخف خالص كأن شيئا لم يكن أو كأن مفيش أي حاجة بمجرد ما الدورة تنزل. إيه هي الحاجات دي؟ إن تلاقي الفيميل دي بتشتكي من هيدك، irritability، depression، nostalgia، GIT upset سواء كانت نوزيا أو vomiting أو diarrhea أو abdominal pain، leg edema، face edema. المشاكل دي كلها بتظهر قبل الدورة بأسبوع. طب أول ما بيحصل الدورة تنزل مفيش أي مشاكل والمشاكل كلها اختفت، دي بنسميها premenstrual tension syndrome. أول ما بتجيلك حالة بالمشكلة ديت بتبدأ الأول تعمل لها reassurance، تقول لها إن 30% من الستات بيشتكوا من المشاكل ديت، في نسبة كبيرة جدا بتتحسن على العلاج. بتبدأ تظبط لها الأكل، إن هي تاكل أكل فيه بروتين كويس، تاكل فواكه، تاكل خضار، تقلل الملح في الأكل، تبدأ تاكل أكل يعني إيه المفروض إن السكريات تقللها شوية، ممكن نديها فيتامين بي 6، تبدأ تعمل شوية اكسرسايز. الحاجات دي كلها الاكسرسايز أصلا بيقلل التنشن وبيقلل الهيدك وبيجري الدم في العروق وبيظبط الحالة النفسية بصفة عامة، فالاكسرسايز مهم جدا. طب لو ما تعال... لو ما استريحتش على الحاجات دي ممكن نديها أدوية أنتي أنكزايتي زي الديازيبام، زي الفلانيل، بتاخد قرص 3 مرات في اليوم، كالمي بام قرص 3 مرات في اليوم. ممكن تاخد أدوية أنتي ديبريسنت زي الأوكتوزاك. ممكن يعني إيه تاخد أدوية مسكنة لو سبب في هيدك أو مستالجيا، بس لو الحالة ما تحسنتش على طول بتعمل لها ريفير، لأن هي ممكن تاخد بروستاجلاندين انهيبيتور، ممكن تاخد دايوريتكس زي الألداكتون، ممكن تاخد الأنتي أنكزايتيا، الأنتي ديبريسنت. فأنت المفروض إنك يعني ما تعالجش الحالة اللي عندها بريمنسترول تنشن مجرد انك تقول لها بس اللايف ستايل موديفيكيشن اللي احنا قلناها من شويه، اللي هو التمارين، تقلل الملح، تظبط الاكل، ممكن بس تاخد مسكنات، تاخد حاجات بسيطه. حسيت ان الحاله ما استريحتش بتعمل لها ريفير علشان الدكتور يشوف ايه السبب، لان الدكتور بتاع النساء هيعمل انفستيجيشن، هيعمل فحص، بعد كده ممكن يديها فلانيل، كالمي بام، اوكتوزاك، يعني يديها انتي انكزايتك ايجنت، انتي ديبريسنت. فالادويه دي كلها، او ممكن كمان يديها دايوريتكس، يعني طرق العلاج في حاجات كتير جدا احنا مش هنتكلم عنها، لكن انت كل اللي مطلوب منك في البري منستر والتنشن سندروم انك بس تبقى عارفها وعارف تشخيصها وعارف النصايح اللي هتقولها للفيميل. عارفها ايه اللي مطلوب منك تاني؟ انك تبقى عارف البري منستر والتنشن اللي هي في ميل بتشتكي من هيدك، irritability، ديبريشن، ماستالجيا، جي اي تي ابسيت، اديما في رجليها، اديما في وشها. الاعراض دي كلها بتبقى عندها قبل الدوره باسبوع او 10 ايام، اول ما الدوره تنزل خلاص ما عادش في اي مشاكل بتشتكي منها. العلاج او شويه النصايح اللي هنقولها، تطمنها، تظبط لها الاكل، تقلل الملح في الاكل، ممكن تديها شوية فيتامينز أو مالتي فيتامينز، تبدأ تعمل اكسرسايز وتنصحها إن هي تبدأ تواظب على الاكسرسايز سواء كانت يعني طول الشهر بتعمل اكسرسايز. الاكسرسايز نفسه جدا يعني الاكسرسايز مهم جدا، إن هو يعتبر يعني بيحسن الحال، بيحسن المود، فالاكسرسايز مهم جدا. حسيت إن الحالة ما تستريحتش على النصايح ديت بتحولها لدكتور النساء. دكتور النساء بقى ممكن يكتب لها ادويه ايه مضاده للاكتئاب، انتي انكزايتي، انتي ديبريسنت، ايا كان مضاده للقلق، الحاجات دي كلها يديها مهدئات، يديها دايوريتكس، مالكش دعوه هو هيديها ايه، لكن انت تبقى فاهم الفكره العامه. إيه طيب بعد كده لو في ميل تعرضت لاغتصاب، الكلام بتاع الشرعي مش هنتكلم عنه خالص وما يهمناش في حاجه، انت بس مجرد انك بتبلغ البوليس، بتشوف المشكلة الأساسية إيه بس، لكن الكلام الشرعي ملناش دعوة بيه، اللي هو تاخد عينة ومش عينة ملناش دعوة بيه. اللي يهمنا في النسا أول حاجة إن إحنا نعمل بروفلاكتيك تريتمنت فور سيكشوال ترانسميتد ديزيز،
فانا بدي انتيبيوتيك علشان امنع ان يحصل سيكشوال ترانسميتد ديزيز، واحده تعرضت للاغتصاب، فممكن يبقى الميل اللي او يعني اللي عمل لها الجريمه ديت يبقى عنده سيكشوال ترانسميتد ديزيز. طب انا ما اعرفش، فبدي شويه بروفلاكتيك انتيبيوتيك، زي ان انا ادي سيفترياكزون انترا ماسكولار، ده عشان اعالج الجونوريا او اعمل بروفلاكسيس للجونوريا. بدي فلاجيل عشان الان ايروبيك انفيكشن، وعشان الكلاميديا برضك ممكن ندي 2 جرام اورالي سنجل دوز. بندي كمان ممكن ندي زيسروماكس، ممكن ندي اريثروميسين، وبنشوف هل في حصل بريجنانسي ولا لا. فاحنا بنعمل بريجنانسي بروفلاكسيس ان احنا ممكن ندي جينيرا اللي هي ايه، حبوب منع الحمل، تاخد 4 تقراص مرة واحدة وتتكرر كل 12 ساعة، وببقى وتاخد معاها انتي ايميتك دراج. طيب ازاي ممكن كمان نعمل بروفلاكسيس لهيباتيتس بي، بان هي تاخد الاميونوجلوبلين ونشوف هل في مشكلة ولا لا. وطبعا على طول بتعمل لها ريفير لدكتور النساء، وطبعا بتعملها برضو ريفير لدكتور السايكاتري. فانت اللي مطلوب منك بس تبقى عارفه لما في ميل تتعرض لاغتصاب، اول حاجة الانتيبيوتيك علشان السيكشوال ترانسميتد ديزيز، وعلشان ما يحصلش حمل 4 تقراص جينيرا ممكن تكررهم كمان 12 ساعة، وتاخد معاها انتي ايميتك دراج علشان زي مثلا البريم برام ولا حاجة عشان ما يحصلش حمل. المضادات الحيوية اللي بتستخدم، بتاخد شوية مضادات حيوية، حقن طبعا يبقى أحسن، السيفوتاكس، الفلاجيل، الزيسروماكس، ده بصفة عامة عشان تغطي الجونوريا والأنيروبيك انفيكشن والكلاميديا والحاجات دي. طبعا الفيميل ديت المفروض ولازم تتعرض على دكتور سايكاتري وتتعرض على دكتور نساء علشان يقيم الحالة ويشوف ايه المشكلة. بعد كده موضوع الانفرتيليتي في الفيميل. الانفرتيليتي التعريف بتاعها inability to conceive after 1 year. السنة ديت بيحصل regular sexual intercourse without contraception. لما تجيلك حالة بتشتكي من infertility، أول حاجة الانفرتيليتي ديت هتتحول لدكتور نساء علشان يشوف المشكلة، يشوف المشكلة عند الميل والفيميل، وبيعمل انفستيجيشن. الانفستيجيشن اللي بتتعمل، أول حاجة لازم الأول اكسكلود الهازبند، إنك بتعمل سيمين أناليسيز، وهنتكلم كمان شوية على الميل فاكتور بتاعة الانفرتيليتي، لكن احنا الأول في الفيميل. الفيميل بنعمل لها شوية حاجات كده، إن احنا بنعمل لها هرمونال اسيسمنت، الترا ساوند، لابروسكوب، ممكن نعمل بري منستري والاندوميتريال بايوبسي، نعمل اكزامينيشن للسيرفايكال ميكوزا، فاجينال سمير، ممكن نعمل لابروسكوب، ممكن نعمل تحاليل كتير جدا. فانت اي حالة بتشتكي من انفرتيليتي على طول تحولها لدكتور النساء. ليه؟ حالة الانفرتيليتي دي حالة اخصائي، انت ملكش دعوة بيها خالص. انت ممكن يبقى عندك معلومات ومذاكر شوية كلام على الانفرتيليتي، لكن انت مش هتعالج حالة انفرتيليتي. انت ممكن تطلب انفستيجيشن، تبقى عارف الخطوط العريضة في العلاج، لكن حالة الانفرتيليتي انت مش مطلوب منك تعالجها. انت بس تبقى فاهم ان الحالة دي هتتحول، ولما تتحول هيطلبوا منها التحليلات المعينة او التحليلات دي. طبعا التحاليل دي كلها ما بتتعملش، انت بتعملها على حسب الحالة بتشتكي من ايه، وبتعملها ستيب باي ستيب. يعني الاول ابدومينال سونار، لو انا شكيت في مثلا ان في مشكلة في الرحم ممكن اخد اندوميتريال بايوبسي، شكيت ان في مشكلة معينة في الهرمونال يبقى اطلب تحليل هرمونات. ما بتعملش كل التحاليل ديت مرة واحدة وعلى بعضها، لا انت بتشوف الحالة بصفة عامة. لكن الانفرتيليتي حالة لازم تتحول لدكتور النساء علشان يطلب انفستيجيشن عشان يشوف السبب بتاع الانفرتيليتي. بعد كده هنبدأ نتكلم على شوية أمراض فعلا انت المفروض تعرف تعالجها. يعني غالبا ممكن تحول الحالة، بس انت المفروض تكون عارف علاجها
وهو ده بقى الكلام الأساسي في النساء اللي أنا عايزك تعرفه. أنا عارف إن إحنا بقالنا تقريبا ساعة إلا ربع بنتكلم، ومعظم الحالات كنا بنقول هتحولها هتحولها هتعملها مانجمنت وتحولها. لا، إحنا بقى دلوقتي هنتكلم على شوية أمراض أساسية هتبقى عارف عنها معظم الحاجات، زي الأكيوت بيلفيك انفلاماتوري ديزيز، اللي هي البيلفيك انفلاماتوري ديزيز بصفة عامة. دي عبارة عن مجموعة من البكتيريا الانفكشن اللي ممكن تصيب الرحم، يحصل مثلا اندو ميترايتس، او تصيب الفالوبيان تيوب، يحصل سالبنجايتس، او ممكن تعمل تيوبو اوفريان ابس. فالاكيوت بيلفيك انفلاماتوري ديزيز، سواء بيلفيك انفلاماتوري ديزيز، اندو ميترايتس، سالبنجايتس، تيوبو اوفريان ابسس، ده عبارة عن غالبا هي عبارة عن بكتيريا الانفكشن. طب الكلينيكال بيكتشر هتلاقي الفيميل بتشتكي من ايه؟ من سيفير، ولازم كلمة سيفير، لور ابدومينال بي. غالبا بيبقى الوجع بايلاترال، لكن ممكن يبقى يونيلاترال، معاها فيفر، معاها رايجر، معاها نوزيا وفوميتنج. فانت بتلاقي فيميل بتشتكي من نوزيا وفوميتنج وارتفاع في درجة الحرارة ورايجر، وممكن يبقى معاها كمان يعني الوجع يبقى يونيلاترال او بايلاترال، ومعاها سيفير لور ابدومينال بي. طب ما دي تخش كديفرنشال دايجنوزيس في حاجات كتير جدا، فانت لازم تبقى عارف الحاله، متابع الحاله، تاخد منها هيستوري كويس جدا، بتعمل اكزامينيشن، ممكن تلاقي في تندرنس، ممكن تلاقي ان الفيميل بقى بتشتكي من سيرفايكال موشن تندرنس. طبعا في شوية بكتيريا أكتر بتبقى لها علاقة بالموضوع ده، أو الموست كومن بكتيريا زي النيسيريا جونوريا، الكلاميديا، الإشريشيا كولاي، الأنيروب اللي تبقى موجودة في النورمال فاجينال فلورا. فأنت بتعمل انفستيجيشن. يبقى نعيد بس تاني الأول، الأكيوت بيلفيك انفلاماتوري ديزيز هو عبارة عن بكتيريا الانفكشن بتصيب أي حاجة بقى، الرحم، المبايض، بتعمل بيلفيك بروتونيتس، بيلفيك أبسس، سيبتسيميا. الكلينيكال بيكتشر عبارة عن سيفير لور ابدومينال بين، فيفر، رايجر، نوزيا، فوميتنج، بيبقى فيه تندرنس. ممكن يبقى سبب الموضوع ده النيسيريا، الكلاميديا، الاشريشيا كولاي. انت بتعمل انفستيجيشن، الانفستيجيشن اللي انت بتعملها هي سي بي سي عشان تشوف الليكوسيتيك كاونت، ديفرنشال دايجنوزز، تاخد بالك من تعمل تحليل الاي اس ار، اليورين اناليسز، ممكن تشوف تعمل مثلا ايه زي البلفيك سونار، ممكن تعمل لابروسكوب علشان توصل للتشخيص. العلاج اول حاجه لازم تاخد بالك ان لو في انفكشن بتعالج الميل والفيميل. لو في حاله البلفيك انفلاماتوري ديزيز الست مركبه لولب، يبقى لازم تشيل اللولب. لو في انفكشن لازم تعمل كالتشر وسنسيتيفيتي تيست عشان تشوف ايه الاورجانيزم اللي عامل الانفكشن. فاحنا بنكتب مثلا الاول، ممكن نكتب سيفترياكزون 500 مللي جرام فايل سينجل دوز، ممكن ندي الدوكسيمايسين، نكتب الزيسروماكس، الازيسرومايسين، الفلاجيل ده طبعا بنكتبه في كله عشان الانايروبيك انفكشن. لو الحاله سيفير ممكن نكتب أدوية زي الجنتامايسين، الدلاسين سي، ممكن نكتب أدوية كأنتي، يعني طبعا احنا هنكتب برضو كإيه حاجات خافضة للحرارة، والعلاج السيبتوماتيك يعني أسباجيك، ممكن ندي بروفين، بنادول، ندي أدوية زي الألفا كيموتريبسين، الألفنتيرن علشان الإديمة، الأمبيزيم، الألفا كيموتريبسين حقن عضلي يوميا. في الفترة ديت المفروض يعني ما يبقاش في سيكشوال انتركورس، بيد ريست، الفيميل تبدأ تاكل كويس، تشرب فلويد كتير، ممكن لو في اي سيرجيكال انترفيرنس يعني مثلا ان كان في ابسس ولا حاجة تبدأ تشيله. طيب لو حصل ان كان في مشكلة وهي حامل، لا وهي حامل طبعا بتتابع مع دكتور النساء على طول، بس ممكن نعالج الكلاميديا انفكشن ديورنج بريجنانسي ان احنا بندي اريثروميسين 500 مللي جرام 4 مرات يوميا لمدة أسبوع، بس برضك مش أنت اللي بتكتب الدواء. فأنت لو جات لك حالة أكيوت بيلفيك انفلاماتوري ديزيز، كل اللي مطلوب منك إنك تطلب انفستيجيشن صح، وتبقى عارف إنك هتدي مضادات حيوية
على حسب الكالتشر والسنسيتيفيتي، وبتكتب دوايين، ادويه انتي اديماتس زي الالفا كيموتريبسين حقن او الالفنتيرن اقراص، وبتدي حاجات خافضه للحراره وبتدي شويه نصايح. طبعا لو في فيفر بتعالج الفيفر، البين بتدي حاجات مسكنه للالم، لو في فوميتنج او نوزيا عنيفه بتدي انتي ايميتك دراج، ممكن تدي مثلا حقنه زانتاج بريمبرام، الحاجات دي كلها بصفه عامه. لكن العلاج الاساسي في الاكيوت بلفيك انفلاماتوري ديزيز ده ان هي بكتيريا انفكشن، فعلاجها الاساسي ان احنا بندي انتي بيوتيك، ده العلاج الاساسي. طبعا الانتي بيوتيك بيعتمد على الكالتشر والسنسيتيفيتي، ممكن ندي عمياني كده السيفترياكزون في الاول لحد ما الكالتشر والسنسيتيفيتي تبان. طيب لو كانت الحاله بتشتكي من كرونيك بلفيك انفلاماتوري ديزيز، بتشتكي من لور ابدومينال بين، ديسبارونيه، ديسيوريا، شوية أعراض في البلفيك كونجيشن زي المينوراجيا، البوليمينوريا، الكونجيستد أو الكونجيستيف بلفيك ديزيز، ممكن يبقى عندها شوية مشاكل زي تقل في بطنها كده حاسة بوجع. فلو كانت الحالة كرونيك بلفيك انفلاماتوري ديزيز بندي برضو مضادات حيوية زي الفلاجيل، الفيبراميسين، وبنبدأ نشوف الحالة ونطلب لها انفستيجيشن، لأن الحالة ديت ممكن تخش مني بقى في انفيرتيليتي، لارج سويلينج، ممكن تبقى فيها مشكلة. في حالة الكرونيك بيلفيك انفلاماتوري ديزيز ممكن تديها طبعا مضادات حيوية زي الفلاجيل، السيفترياكزون، الفيبرامايسين، الدوكسيمايسين، لكن لازم الحالة تتحول عشان يتعمل لها انفستيجيشن ونشوف المشكلة. بعد كده الانفلاميشن في السيرفكس اللي هو الاكيوت سيرفاسايتس والكرونيك سيرفاسايتس والكالاميديا. الاكيوت سيرفاسايتس هو عباره عن بلفيك بين، ديس بارونيه، ممكن تلاقي فيه ميوكو بيرولانت ديس تشارج ومعاه فيفر، ده معناه ان فيه بكتيريال انفكشن. فبتيجي تفحص الفيميل بتلاقي عندها السيرفكس بتبقى ريد وسوولن، بتبقى تندرنس اون موفمنت، لما بتيجي تحرك السيرفكس كده بتلاقي في تندرنس، وتبص على وش الفيميل تحس ان هي بتتألم. فالاكيوت سيرفاسايتس هي عباره عن بلفيك بين، ديس بارونيه، ميوكو بيرولانت ديس تشارج ومعاه فيفر، تيجي تعمل لها اكزامينشن بتلاقي السيرفكس ريد وسوولن وتندرنس اون موفمنت. العلاج بتاعها طبعا العلاج بتاعها انك بتكتب هي اكيوت بكتيريال انفكشن، فبتاخد دواء بيشتغل حاجه بقى تغطي الجرام بوزيتيف والنيجاتيف كده زي السيفترياكزون، ممكن تاخد السيفترياكزون مثلا 500 مللي جرام عضل، ممكن طبعا على حسب الوزن بتاع الحاله وعلى حسب الجرعه تاخد مثلا ايه، يعني تشوف ايه المشكله وتبدا تاخد السيفترياكزون، والسيفترياكزون مهم جدا وممتاز جدا. طب لو كانت كرونيك سيرفاسايتس، الكرونيك سيرفاسايتس بتلاقي معاها ايه، في فاجينال ديستشارج، في بروريتس، في ديس بارونية، ديس يوريا، باك ايك اللي هو وجع في الظهر، كونتاكت تلاقي فيه كونتاكت بليدنج، انفيرتيليتي، بتلاقي فيه سيبتوم اوف بيلفيك كونجيشن زي الاليرجيك مانيفستيشن. تيجي تفحص الفيميل تلاقي الفيميل تلاقي عندها ميوكو بيرلانت ديستشارج، ايروجن، ممكن تلاقي الحالة نفسها في عندها شوية مشاكل البلفيك كونجيشن. العلاج انت بتدي فيبرامايسين ودوكسيمايسين وبتحول الحالة، يبقى الكورونيك سيرفاسايتس الحالة بتتحول علشان يشوف ايه هي المشكلة او ايه هو السبب اللي عامل المشكلة في السيرفكس. ممكن نعمل سيرفايكال امبيوتيشن، يعني ممكن نعمل توتال هيستريكتوم على حسب طبعا كل حالة والتانية. فتاني الكورونيك سيرفاسايتس بتلاقي الفيميل ممكن تشتكي من فاجينال ديستشارج، بريوريتس فالفا، ديسبارونية، ديسيوريا، باك ايك، بليدنج، انفيرتيليتي، بلفيك كونجيشن، بتلاقي في ميوكو بيرلانت ديستشارج، ايروجن، فبتاخد مضادات حيوية وتحول الحالة. طب لو كانت سبب الكلاميديا، بتعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن وكالتشر وسنسيتيفيتي طلعت كلاميديا. اول حاجه ممكن ندي اريثرومايسين، زيسترومايسين او زيسترون او زيستروماكس 1 جرام،
طبعا السيكشوال بارتنر لازم ياخد هو كمان العلاج. ده بالنسبة للكلاميديا. يبقى احنا في الكلاميديا بندي ايه؟ بندي الإيريثروسين أو الزيثروماكس أو الأزيثرومايسين، ممكن ندي 500 مللي جرام، ممكن تاخد 1 جرام أورال مرة واحدة، أو تاخد إيريثروسين 500 مللي جرام كل 6 ساعات لمدة 14 يوم لو كانت الفيميل ديت حامل. ده بصفة عامة في السيرفاسايتس. طبعا برضو أولا وأخيرا حالة السيرفاسايتس دي حالة دكتور نساء، لكن حالة الأكيوت سيرفاسايتس أنت بتتعامل معاها إنك بتدي السيفترياكزون على طول. بعد كده شوية حالات كده هنتكلم عنها بسرعة، اللي هو البريرايتس فالفا. البريرايتس فالفا اللي هي واحدة بتشتكي من إيتشنج في الفالفا. أول حاجة اكسكلود الديابيتس، ودي الفيميل شوية نصائح إن خليها تلبس ملابس داخلية قطنية علشان موضوع الهرش ده. يبقى اول حاجه ايه هي اسباب البريرايتس فالفا؟ اولها واشهرها الديابيتس، ممكن كمان الاوبستراكتيف جونز، ممكن اللوكيميا، ممكن اليوريميا، لكن اشهر الاسباب اللي بتعمل بريرايتس فالفا الديابيتس، وان الفيميل تكون بتلبس ملابس مش قطنيه. ممكن يبقى السبب ايديوباسيك. اول حاجه عالج السبب، يعني لو سكر عالج السكر، يوريميا عالج الرينال ديزيز، لوكيميا عالج اللوكيميا. طيب كمان ممكن ندي توبيكال استرويد زي البيتا ديرم كريم 3 مرات في اليوم، ممكن ندي أدوية سيديتيف ات نايت زي الكالمي بام قرص قبل النوم، ممكن نكتب انتي هيستامينيك دراج زي اللوراتيدين او الهيستافري، ونعمل سيبتوماتيك تريتمنت اللي هو لو عندها اي مشكلة تانية نبدأ نعالجها، وتبدأ تخلي الفيميل ما تلبسش ملابس داخلية من النايلون، لازم تلبس ملابس قطنية. طب لو الحالة ما استريحتش على الأدوية البسيطة اللي انت كتبتها، بتحولها لدكتور نساء، ممكن بقى هو يعمل لها ايه، يعرض الفالفا للالترا فايلوت راي، يكتب دواء مثلا، يعني يدي ابسولوت الكحول اللي هو كحول بتركيز 90% يحقنه ساب كوتينيوس، ممكن يعمل ديفيجن يعني للاول كوتينيوس نيرفز، يعني حاجات كده ايه ملناش دعوه بيها. لكن البريرايتس فالفا بصفه عامه اللي انا عايزك تعرفه عنها شويه معلومات بسيطه جدا. اول حاجه انك اكسكلود الديابيتس، تاني حاجه انصح الفيميل ان هي تلبس، لازم تلبس ملابس قطنيه، الملابس الداخليه تكون قطنيه، وبتاخد توبيكال استرويد زي البيتا ديرم دهان 3 مرات في اليوم، ممكن تاخد سيديتيف زي الكالمي بام، وتاخد انتي هيستامينك دراج زي الهيستا فري زي او الافيل، يعني على حسب طبعا كل حاله. ولو الحاله ما اتحسنتش بتتحول لدكتور النساء علشان يشوف ايه المشكله. طيب لو في ميل بتشتكي من فالفو فاجينايتس او الفالفو فاجينايتس في اليانج في ميل، دايما بتيجي في البنات الصغيره حكايه الفالفو فاجينايتس اللي هو التهاب في الفالفا من بره وفي الفاجين، ده بيبقى عبارة عن بين فريكوانسي مكتوريشن بيرنينج سنسيشن، ممكن تلاقي فيه بيرولانت ديستشارج، ممكن تلاقي فيه فاجينال ديستشارج خفيفة قوي، تيجي تفحصها تلاقي الفالفا محمرة تندر بتوجع، ممكن تلاقيها ايديمتس ومنتفخة شوية. طبعا لو هي يونج جيرل اوعى تعمل بي في، ما فيش حاجة اسمها بي في خالص. التريتمنت اول حاجة بتعالج البكتيريا الفاجينايتس، انك بتدي مثلا يعني ايه، بتدي مثلا ايموكس اموكساسيلين، ممكن تاخد اوجمنتين، ممكن تاخد سيفترياكزو، ممكن يعني طبعا لو الموضوع ده عامل لها مخليها مش عارفه تنام ولا حاجه، ممكن تاخد فالينيل او فاليبام او ديازيبام. البين بقى بنعالج البين ان احنا بندي حاجات زي البين كيلر، كتافلام، كتافاست، الادويه المسكنه، بروفين، بنادول. طب لو كانت المشكله بسبب الفالفوجينايتس عندها الدوده الدبوسيه، يبقى بندي علاج للدوده الدبوسيه اللي هو الانتي فير او الالزنتال اللي هو الميبندازول قرص او معلقه مرتين يوميا لمده 3 ايام، وتخلي الفيميل تلبس ملابس قطنيه وتغلي كل الملابس اللي كانت لابساها قبل كده
زائد النصايح بقى بتاعة الحشرات والحاجات دي اللي هي ايه البروبر هايجين والتنظيف الكويس والحاجات الظريفة اللي احنا ايه عارفينها دي بتاعة طب المجتمع علشان ايه منع انتشار الديدان. طب الحالات بقى اللي مع يعني ايه اللي ما بتستجيبش على العلاج تتحول لدكتور النساء، يعني ما فيش فيها اي مشكلة، بس هو غالبا اشهر سبب للفالفوفاجينايتس في اليونج جيرل حكاية البكتيريا الفاجينايتس والدودة الدبوسية. طب لو كانت الفيميل بقى بتشتكي من ترايكوموناس فاجينايتس او ترايكوموناس فاجينالس عاملة عندها مشكلة، لازم تعرف ان الترايكوموناس فاجينالس سيكشوال ترانسميتد ديزيز، فلازم تعالج الميل والفيميل. الفيميل اللي بيبقى عندها ترايكوموناس فاجينالس بتشتكي من ايه فاجينال وفالفال بيرنينج، عندها الفالفا بتحرقها، فيها ايتشنج، معاها ديس يوريا وديس بارونية، بيبقى معاها ديس تشارج، الديس تشارج اللي بينزل من الفاجينا بيبقى يلوش. بتيجي تعمل اكزامينيشن بتلاقي فيه الفلاجيليتد موتايل ترايكوموناس بيبدأ يتحرك كده قدامك تحت الميكروسكوب وتشوف. العلاج بتاعها فلاجيل 500 مللي جرام تابلت، ممكن تاخد ايه 4 تقراص مرة واحدة بحيث انها تاخد 2 جرام سنجل اورال دوز. طبعا غالبا الحالة بتتحسن مع الفلاجيل، ولازم تعالج يعني ايه تعالج السيكشوال بارتنر علشان الريسك اوف انفكشن، وتعالج طبعا بقى اي حاجة، يعني لو في فيفر بتعالج الفيفر، في ايتشنج بتعالج الايتشنج. طب بالنسبة للبكتيريا الفاجينايتس، البكتيريا الفاجينايتس او البكتيريا الفاجينوزز هي نفس الحكاية، العلاج لو كانت بريجننت بتاخد الاموكسيسيلين 500 مللي جرام 3 مرات في اليوم لمدة 10 ايام. طيب وبتاخد كمان الفلاجيل، ممكن طبعا تكتب سيفترياكزون سيفوتاكس الحاجات دي كلها طبعا لو ما كانتش حامل، وطبعا تعالج السيكشوال بارتنر علشان ايه الانفكشن. طب لو كانت كانديدا او فالفو فاجينال كانديدا، بتلاقي بقى في ايتشنج، واهم حاجه في الكانديدا كلمه الايتشنج، ايتشنج بيرنينج ديسبارونيه ديسيوري، هتلاقي في ديس تشارج، الديس تشارج بيبقى تشيزي لايك ديس تشارج. العلاج بقى بتاخد داكترين او جينو داكترين كريم، ممكن تاخد لوكال وسيستيميك اللي هو جينوزول لبوس مهبلي كل مساء لمدة 3 أيام، ممكن تاخد كمان مرهم ديرماتين، وتاخد بقى ممكن تاخد علاج سيستيميك للفطريات زي الفلوكورال أو وتاخد كمان حاجات زي الفلاجيل، ولازم كمان الزوج يتعالج، وطبعا الملابس القطنية تلبس ملابس قطنية والأندر وير يتغلي وتشوف هل الفيميل ديت عندها دايابيتس ولا لأ. احنا كده اتكلمنا على الـ3 أنواع بتوع الفاجينايتس أو الـ4 أنواع يعني هما 3 يعني. أول حاجة البكتيريال علاجها أنتيبيوتيك، تمام، الترايكوموناس فاجينالس علاجها الفلاجي، الكانديدا علاجها مرهم وكريم مضاد للفطريات، البريرايتس فالفا مجرد الهرش بس العلاج بتاعها انتي هيستامينك دراج وتلبس ملابس قطنية. بصفة عامة في الأنواع كلها بتاعة الفاجينايتس انت بتدي مضاد حيوي وتشوف السبب وتدي علاج للسبب. حالات الفاجينايتس كلها غالبا بتتحسن بسرعة وانت بتقدر تعالجها ومفيش فيها مشكلة. خلي بالك بس لو الفيميل حامل ما تكتبش أدوية ممنوعة في الحمل، يعني ما ينفعش تبقى واحدة حامل وتديها أدوية أنتي فانجل، لأن الأنتي فانجل ممنوع في الحمل، لا بقى أنت تحولها لدكتور النساء هو يتصرف معاها.